كابتن هاني. يا كابتن اسباب تفوق الاهلي والزمالك في مباراتي الذهاب. بص يا كابتن هاني انا مش عايز اتكلم في فنيات، انا هتكلم في حاجه تانية خالص، يعني في حته ان الراجل من ساعه ما جه النادي الاهلي اشتغل على العامل النفسي بشكل كبير جدا للاعبين، قدر ان هو يدخل بلغه الكوره كده، يدخل جوه اللعيبه بشكل يعني باسرع وقت عنده. يعني احنا شفنا الاول ما راجل ما جه، يعني انا حتى اتكلمت عليه قبل كده، اول ما جه الراجل جه النادي الاهلي وجي نزل التمرين وبعد كده جه قناه النادي، فالراجل كان عايز يقرب، كان باين قوي بطريقته واسلوبه ان هو عايز يقرب من الناس او يقرب من الجمهور، مش اللعيبه بس والجمهور كمان، لان الراجل اكيد متابع السوشيال ميديا كويس قوي في مصر، وعارف ان السوشيال ميديا اكيد يعني ليها عامل كبير في 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 وجود حاله اللعيبه او حاله الشكل العام في مصر. فالراجل قدر يشتغل على الحته دي، قدر ان هو يقرب من اللعيبه بشكل سريع جدا، ودي حاجه اتحسب له بصراحه، لان الراجل برده يعني في لعيبه زي ما كابتن عادل قال، كان في لعيبه برده ما كانتش في مستواها وكان عندها مشاكل ان هي كانت بتلعب زي قفشه، قفشه ما كانش بيلعب في مكان في مش في مكانه، فالراجل قدر ان هو يقعد معاه اول ما جه وقعد معاه واتكلم معاه، لان قفشه كلنا عارفين ان قفشه لاعب مهم جدا في النادي الاهلي، وده باين في كمان في المباراه الاخيره بتاعه الوداد، ان قفشه طول ما قفشه فايق هتلاقي النادي الاهلي فايق، لان هو محور اللعب او محور التمركز بالنسبه للنادي الاهلي، ان هو الراجل هو ده اللي بينقل الحاله من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه للنادي الاهلي، وده كان باين قوي على قفشه المباراه اللي فاتت، وقد ايه ان هو كان مؤثر جدا. تاني حاجه الراجل قدر ان هو تهيئه اللاعبين للمباراه دي برده كانت حاجه مميزه جدا بالنسبه للراجل، ان هو قدر يشيل الضغوطات كلها اللي كانت على اللعيبه، لان انت لعيبه برده في السيمي فاينال بتلعب مع الوداد وبره ملعبه، ونادي الوداد يعني نادي كبير ولسه برده كان بينافس لحد اخر وقت على بطوله الدوري العام المغربي، فالراجل قدر ان هو يشيل حاله الخوف او حاله القلق عند اللعيبه، وازاي ان هو خلاهم ينزلوا الماتش يعني بدون اي تاثير سلبي على اللعيبه، وده كان واضح جدا بالنسبه للنادي الاهلي في بدايه المباراه كمان، يعني بدايه المباراه كمان النادي الاهلي لما نزل كلنا كنا بنتكلم على حته الضغط، ان الراجل ممكن يضغط من قدام ولا لا، والراجل فعلا فاجئنا بشخصيه النادي الاهلي في التوقيت ده، ان انت بتلعب سيمي فاينال في بطوله زي كبيره زي دي وتلعب ضاغط من اول مباراه، فدي حاجه تتحسب للراجل بصراحه، لان مفيش حد في العالم تقريبا بينزل في اول ربع ساعه، حتى كلنا اتكلمنا قلنا لا الراجل هياخد اول ربع ساعه لحد ما يخش في اجواء المباراه ويشوف اللعيبه حالتها ايه ويشوف الوداد بيلعب ازاي وطريقه لعبه ازاي وبيعتمد على مين، وبعد كده يقدر ان هو يشتغل. فالراجل بصراحه فاجئنا، مش في كره واحده، مش في كره قفشه، يعني قفشه ممكن هي غلطه من مدافع الوداد يحيى جبران، لكن برده لا حصل كذا مره، لان قفشه انا يعني كنت ملاحظ قفشه وركزت معاه كتير في المباراه، الراجل كان بيسبق مروان في اوقات كتير جدا، يعني مروان كان بيبقى تحته صحيح. وهو اللي بيبقى هو اللي بيكمل معاه وساعات بيسبقه بالظبط، فكان بيسبق مروان دايما، فدي اكيد تعليمات، مفيش لعيب هيعمل بالظبط مش هيعمل التعليمات دي او مش هيروح يضغط لوحده من غير ما يكون المدرب قايله، فدي حاجه تتحسب للراجل بصراحه. ثالث حاجه الروح يا كابتن ايمن، ودي برده اتكلمنا فيها، قلنا روح النادي الاهلي وشخصيه البطل وشخصيه النادي الاهلي لازم تبقى موجوده في المباريات الحاسمه اللي زي دي، وده بان برده بالظبط، وده بان بالفعل في المباراه طول المباراه، مش وقت معين الشوط الاول او جزء من الشوط الاول، لا طول المباراه بصراحه، واللعيبه حاله اللعيبه كلها، يعني احنا لو جينا نقيم اللعيبه كل واحد لوحده هنلاقي اللعيبه كلها مفيش حد تحت ال 50%، كلهم ما شاء الله كلهم واقفين على رجليهم كويس قوي، الراجل باين ان في شغل بدني بيشتغل عليه بشكل كبير جدا، وده واضح عكس نادي الوداد تقريبا من بعد الشوط الاول بدا ينهاره، مفيش تماسك، مفيش انتظام في الاماكن، فده بان فعلا هي دي اللي انا بتكلم فيها، حته شخصيه البطل وروح النادي الاهلي، انت عاوز ايه من المباراه، وحاله اللعيبه طبعا زي ما الكباتن كلهم اتكلموا، حاله اللعيبه دايما مهمه جدا، وحاله اللعيبه في اليوم في يوم المباراه دي مهمه جدا جدا جدا، وده الراجل قدر يشتغل عليه بالعامل النفسي وبتهيئه اللاعبين للمباراه، الحاجات دي كلها لو جينا نجمعها هتلاقي هي دي، انا شايف ان دي اول حاجه الراجل قدر يشتغل عليها، وهي دي الحاجه الوحيده اللي قدرت ان هي تخليك تكسب مباراه زي دي. فتهيئه اللاعبين والعامل النفسي الراجل بصراحه، حتى النهارده كابتن ايمن احنا لاحظت النهارده الراجل موسيماني عامل تصريح قال لك ان احنا وارد جدا ان النادي الوداد ممكن يجيب جونين او ممكن يجيب ثلاث اهداف، ده وارد في الكوره، مفيش حاجه اسمها ان انت نازل كسبان اثنين. طبعا انا شفت حضرتك في الانترو بتتكلم وبتقول ان احنا النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ولازم ان انت كسبان 2-0، فده طبيعي ان انت تبقى عندك ثقه، دي حاجه كويسه طبعا. جدا وكلام جميل جدا جدا جدا، لكن الراجل برده بيشتغل على نفس الاسلوب اللي هو برده بيتعامل بيه اللي هو العامل النفسي،
برده مش عايز يوصل للاعيبته ان هو خلاص المباراه انتهت يعني. ان انت كده خلاص المباراه لا احنا لسه في شوط تاني مزبوط. ولسه في مباراه 90 دقيقه نقدر ان ممكن الوداد يعمل زي ما النادي الاهلي عمل ان شاء الله. لا فاكيد لا طبعا ان شاء الله يعني باذن الله. فكلنا دعوتنا النهارده ان شاء الله نشوفه يا رب باذن الله. احنا طبعا معانا التشكيل